اهلا بحضراتكم. من شويه ايام كده زميله لينا في جورنان صوت الامه لبست معطف ودخلت مستشفى القصر العيني، وبعدين اتصورت وعملت شويه حاجات وقالت انه في دخلت بسهوله وشويه مشاكل كده حصلت. انا عينت رئيس مجلس اداره صوت الامه، وكان اول يوم امسك فيه المنصب ده كان الحكايه دي حصلت. فالمهم يعني في الاخر خالص لقيت نفسي في اتصالات مع اساتذتنا في القصر العيني والدكتور جابر نصار رئيس جامعه القاهره. عندي كده شويه انطباعات عن الموضوع. اولا الناس دي تلبستهم روح الجامعه، واساس القصر العيني تلبستهم روح القصر العيني. بتحسها في الكلام، يعني انت لما حد بتناقشه في موضوع وتحس ان هو مش فارقه معاه، مكبر دماغه، ما اللي يحصل يحصل، بيبان يعني. ولما حد بيكون تعب جدا 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 في حاجه وعمال يبذل مجهود والناس بتطلع اقصى ما عندها، وفي الاخر خالص يجي حد ويروح قايل له ايه ده، انت وضبت كل ده بس هنا في شويه تراب، وروح مركز شويه التراب ويسيب كم المجهود الكبير اللي بذل، بتلاقي الشخص ده بيتكلم بباشن، بحب، بحرص، بضيق، ما بيبقاش في العادي. يعني انت بالنسبه لك لو مش فارقه معاك الكوبايه دي تتحط كده تتحط كده تتحط كده، فيها ميه ما فيش فيها ميه، ما مش فارقه معاك. فالحقيقه نتيجه الحوار اللي كان مع انا بسميه اساتذتي، لان انا حضراتكم عارفين ليا رجل في جامعه القاهره بحكم ان انا تتلمست فيها والحمد لله بشغل فيها، يعني هم شرفوني بان انا اكون واحد من الناس اللي بيدرسوا فيها. فلقيت حرص شديد جدا من الدكتور جابر نصار ومن الدكتور فتحي خضير عميد قصر العيني ان هم يتخانقوا معايا مبدئيا كده. طبعا انا بقول بيتخانقوا بس دي تقاليد جامعيه، يعني ما يعرفهاش غير اساتذه الجامعه، لا مش خناقه يعني، لا لا خالص، اللي هو في الاخر خلاص دول ارقى فئه ادبيا واخلاقيا وعلميا لشغلتهم العلم، وكما يقال يعني العلم رحم بين اهله. فمهما الناس دي يعني اتنرفزت وكانت يعني بايخه جدا جدا، بتلاقي الاحترام، بتلاقي الادب، بتلاقي اللغه الراقيه، بتلاقي المحاوله دائما لان هو يعني ما يخسرش، وانه عارف انه عليه مسؤوليه كبيره وامانه تقيله، ان يظل دائما قدوه، ان يظل دائما لزملائه ولطلابه، و يكون حريص ويكون قد المسؤوليه اللي بتوضع على رقبته. المهم احنا يعني فهمت، انا واحد من الناس فهمت الموضوع ده مش ازاي، وطلبت منهم واتمنى ان هم يقبلوا رجاء شخصي مني، انا عايز اروح القصر العيني بنفسي، وان شاء الله يكون معانا الكاميرات، يكون معانا محررين. ليه؟ تعرفين حضراتكم هي عامله زي ايه؟ لما مثلا انا دلوقتي طالع قدام حضراتكم اهو، وخلينا مثلا نقول ايه، ابراهيم المخرج راح سايب كل ده وكل الزيطه اللي قدام حضراتكم دي، مثلا راح مركز على دمل مثلا في الحته دي، يعني شوف ساب كل القصه دي، انا مش حاطط ميك اب يعني، بس اقصد ايه لو حط بقى ميك اب وبازل مجهود ومش عارف ايه وكلام زي كده، هو ساب كل ده ومركز على، فانا احس انت يا ابني متامر ضدي، يا ابني انت بتكرهني. ابراهيم انا عارف انك بتكرهني يا ابراهيم، بس ده موضوع تاني. انا بهزر يا حبيبي، لكن الفكره فين؟ انه المجهود المبذول رهيب. يعني مثلا من كلام الدكتور جابر وكلام الدكتور فتحي خضير، يقول لك المكان ده بيدخله 20,000 بني ادم يوميا، ما بين طبيب وبين ممرضين وبين عمال وبين مرضى وبين اهاليهم. وطبعا لنا ان نتخيل، وطبعا ده لا ده يعني مش ده لا ينال من القصر العيني، وانما يكبره من الكبر، يعني من الاهميه، من العظم، يعني يعظمه، انه في الاخر انا ما اقدرش اقفل الباب على حد. يعني انا لو اقدر استوعب 10,000 وخبط على بابي 15,000، لازم هدخل 15,000 ان شاء الله يا رب، اديله الحد الادنى الممكن والمتاح من اللي يخليه عايش. يعني انا ما اقدرش، انا مش مستشفى خاص وما اقدرش اقفل ده يعني القصر العيني بحق كما قال الاساتذه الافاضل، هو مؤسسه من مؤسسات الامن القومي المصري، هي هرم من اهرامات مصر، ده من ايام محمد علي، خدوا بال حضراتكم، ومعمول بطريقه تحسوا كده، انا ما دخلتوش لغايه دلوقتي، انما عملوا المصور عملوا عدد رائع عن القصر العيني، قصر العيني مش القصر، قصر العيني.
واتمنى ان اروح، واتمنى ان انا اقابل الاساتذه هناك، واقابل الناس اللي بتشتغل، واقابل طبعا المرضى واهاليهم. وبعض الاحيان في برضه نقطه مهمه، بعض الناس اللي بتروح قصر العيني، ودي برضه مشكله بيواجهها قصر العيني، ان هو محمل فوق طاقته يقينا. بعض الناس بتيجي من كل قرى ونجوع مصر، وبيكون ربما زياراته لمنطقه مدينيه، يعني مدينه نادره جدا، وما يعرفش اصلا يكلم مين، ولا يقول له ايه، ولا يدخل في اي حته، ولا يقعد فين، ولا ايه اداب الزياره لكن المستشفى قصر العيني بتستوعب كل ده، وبتحاول تبذل مجهود. يا اخوانا، مواعيد الزياره من كذا لكذا، في تمويل ضخم ان شاء الله يا رب. احنا كمصريين كلنا بندعي، يعني نقول يا رب وفق الناس دهيت، لانه في الاخر يوم ما الصحه، قطاع الصحه كله بقى بالذات، بنتكلم على صرح مهم وكبير زي ده في اهم جامعه في مصر، بيكون جاي لها تمويل ضخم علشان تتنقل نقله نوعيه للامام، ويكون هذا بعث جديد لها، فلابد ان احنا نقف معاهم وبنشكرهم. وانا سمعت قصص كتيره جدا جدا جدا، الاساتذه بيتبرعوا علشان مثلا مش عارف جهاز التكييف المركزي اللي في الحته الفلانيه باص، ومعهمش فلوس كذا كذا كذا، فيتصلوا بالدكتور فتحي اللي هو ما كان موجود خارج القاهره ساعتها، فقبل ما هو ابص يبتدي يتحرك عشان يقول لك طب احنا لمينا من بعضنا علشان نحل المشكله. بعض الاساتذه يشتغل ساعات اضافيه لوجه الله والوطن، يعني الى اخره. فاحنا طبعا كل الاحترام والتقدير لكل اساتذتنا وكل من يعمل في هذا الصرح المهم، كل واحد دخل هذه المستشفى العريقه وخرج منها معافى، خرج منها بخف، على الاقل لو كان عنده مرض بنسبه 70% بقى عنده المرض بقى تاثيره عليه 20-30%، لازم نشكرهم. وانا والله لامانه ربنا ده مش مجامله، يعني كنت دايما اقول كده، تاني اعظم مهنه في الدنيا هي مهنه التدريس. اعظم مهنه لا شك. انا فاكر مره يعني كنت كاتب في واحده فيها حاجه بتكتب ايه خطاب كده تقول فيه انا عايز اشتغل عندكم يعني على جامعه، فانا كنت بقول انا تاني ارى ان مهنه التدريس للطلبه دي تاني اعظم مهنه في الدنيا، انبل مهنه. فكان الناس بقى معايا انترفيو، طب ايه اعظم مهنه؟ كنت اقول لهم الطب. بعد اولا ما تخفف اوجاع الانسان الماديه والنفسيه، ما هو برضه في طب نفسي، وترجعه لانه يقدر يقف على رجليه ويشوف الحياه بطريقه مختلفه والاخر، خلاص بعد كده تفكر بقى انك تفتح مداركه، انه يعرف حقوقه وواجباته، وانه يعرف ايه تاريخه وايه حاضره وايه مستقبله. ففي النهايه انا بقول هذا الكلام يعني، واملي باذن الله تعالى ان يتاح لنا في هذا البرنامج ان احنا نتابع تطورات داخل مستشفى القصر العيني، اللي ناس كتيره جدا بقى مش الرسميين، يعني ناس كتيره جدا بتشتغل في ناس عمري كده واصغر مني، لك تطور هائل في اجهزه موجوده في قصر العيني مش موجوده في مستشفيات كتيره جدا في مصر. قدر المستطاع الناس بتبذل المجهود اللي عليها، وما ينبغيش ابدا باي حال من الاحوال ان احنا نقلل من مجهود اساتذتنا وزملائنا. بس بقى في حاجه تانية مهمه جدا حصلت، ودي كانت مفاجاه ليا، وده تقصير مني، يعني انا اعترف بان انا غلطان في الحته دي، حط ده كده على جنب. وانا في زياره لمكتب الدكتور جابر نصار رئيس الجامعه، ومعنا الدكتور فتحي خضير ومجموعه من كبار الاساتذه من كليه الطب وعمداء كليات تانيه، فوجئت بانه في شنطه كده. ايه يا دكتور جابر الشنطه دي؟ قال لي افتح وشوف. انا مش هعرف بقى اقرا لكم كل الكتب اللي موجوده، انما دي كتب بيستلمها طالب جامعه القاهره. انا سعيد جدا جدا جدا، من اولا في حد فكر كده ان كل طلاب الجامعه لابد ان يقراوا، ما هو ما ينفعش انك تكون جامعه من غير ما تقرا. اي مكان تخصصك، ده مش مقررات، ده مش كتب مقرره على طالب مثلا في كليه هندسه، لا ده كل طلبه الجامعه بياخدوا شنطه فيها الحاجات دي كلها. ايه بقى؟ انا هدي لكم الامثله، شوفوا ايه معنى محاربه التطرف فعلا. ايه معنى محاربة التطرف فعلا؟ الفهم المنير للآيات التي أخطأ في فهمها أهل التطرف والتكفير، بقلم أسامة السيد محمود الأزهري. لو عارفين حضراتكم الدكتور أسامة الأزهري، طبعا عالم أزهري شهير، وبيقعد مع يعني اسم مش بيقعد من مستشاري السيد رئيس الجمهورية، وبيطلع مع خير رمضان كتير لو حضراتكم تفتكروا. ايه بقى اللي جايب؟ كل الآيات التي يستخدمها أهل التطرف الدواعش الله يخرب بيوتهم وكل الناس اللي شبههم، مسك آية آية ويقولك طب هي إيه؟ ونزلت في أنهي سياق؟ وإيه الفهم الحقيقي لها؟ مثلا الأستاذ ثروت الخرباوي وعلاقته بجماعة الإخوان المسلمين وقلب الإخوان محاكم تفتيش الجماعة. ده نوع من التوعية المسبقة، ده رفع مناعة الطلبة بتوعنا ضد الفكر الإخواني، بدل ما ينتهي بنا الحال إنك عندك ناس بتحب الجماعة أكتر بتحب الوطن. يفرح لما تحصل مصيبة، إن تصبكم حسنة تسؤهم،
لا ايه ده، ده مصر طلع عندها غاز. ايه جماعه في الدنيا يكون يعني بيرضي الله ورسوله لما يزعل لما بلده تتقدم؟ طب إيه يعني فين؟ لا جماعه مضلله، في حاجه في الجينات بايظه. الكتاب ده مهم جدا. روايات حسين نوح تعاريك، مراد وهبه رباعيه الديمقراطيه. انا مش معنى ان انا بعرض الكتاب ان انا موافق على كل اللي فيه بالمناسبه، بس انا بقول لحضراتكم على الاقل تثير جدل، خلي الطالب يفكر شويه بدل ما هو عمال يتلقى تعليم ويؤمن بما يملي عليه. شخصيه مصر ده بقى، ده دي عبقريه، ده مهم جدا. يتمنى ان كل مصري يجيد القراءه والكتابه انه يقرا الكتاب ده مره تانية. ده اداره الجامعه الحاليه بتقرر هذا الكلام على كل طلابنا، مش مقرره، اسف، ده انا اتمنى انها تقرره. بالمناسبه بقى دي، انا اتمنى ان الطالب لا يتخرج قبل ان يمتحن في كتابين ثلاثه من الكلام ده. ده لسه هقول لحضراتكم حاجه يعني الحقيقه يسلم مخ اللي فكر فيها. ده شخصيه مصر بي. انا يعني احب اقرا لكم منه حاجات لو يعني، بس مش النهارده اكيد. دي اوقات مصريه في الحق المبين على مد في الرد على من تلاعب بالدين، ده برضو الدكتور اسامه الازهري. دليل المسلم الحزين، ده من اوائل الكتب اللي قريتها في حياتي بالمناسبه، ده مثلا اظن في ثانيه ثانوي او حاجه زي كده. كتاب رائع للحسين احمد امين. في بقى ده الدكتور عبد الله التطاوي، ده نائب رئيس الجامعه وعامل هنا بقى حاجه بديعه، اخطاء اللغه العربيه الشائعه. يعني انا الحقيقه في حاجات كتيره مثلا ايه يعني، انا في يعني بزعم ان انا معقول في العربي بتاعي مش مفيش مشاكل كبيره، لكن مثلا فوجئت اتعلمت رغم ان انا يعني ببص فيه كده من باب التصفح عشان احكي لحضراتكم فيه ايه، انما فوجئت بان في معلومات قيمه جدا. العطاء الحضاري للاسلام، في بقى مجله كمان بتطلع في مفارقه ابن رشد، ده برضو الاستاذ الدكتور مراد وهبه. في مجله للجامعه ترصد انشطه الجامعه. في بقى مسابقه دي عجباني قوي 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 قوي، اقعد اقول قوي كده ربع ساعه، قوي 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 جدا جدا جدا. مسابقه للطلبه يقروا ويعملوا قراءه نقديه فيما يقرؤونه. ده بقى يعني انا دكتور جابر لفت نظري ليه الحقيقه واحنا بنتكلم، بس انا قعدت اقرا يعني ده اكتر يعني. انا قابلته من يومين ثلاثه، انا ما بعملش حاجه دلوقتي غير عمال اقرا الكتاب ده. الكتاب ده مين اللي مؤلفه؟ طلبه جامعه القاهره، سواء طلب على مستوى البكالوريوس والليسانس اللي هم الاربع سنين الاولانيين او الاعلى من كده اللي هو بيعمل ماجستير او دكتوراه. دول بقى عملوا ايه؟ طبعا هنا بقى اساتذتنا الكبار، طبعا الدكتور جابر نصار والدكتور محمد عثمان الخشت والدكتور عبد الله الططاوي، يعني وناس افاضل طبعا كتير. لكن المسابقه بمنتهى البساطه، تعرف تقرا؟ تعرف تفكر؟ تعرف تكتب؟ هو ده السؤال. تعرف تقرا؟ طالب في الجامعه بتعرف تقرا؟ اكيد اه. طيب تعرف تفكر؟ تعرف تتفاعل مع اللي انت قريته؟ تعرف بقى ترجم لنا اللي انت فهمته وفكرت فيه ده لقراءه نقديه؟ ايه بقى؟ ايه اتعلمت ايه؟ انا عايز اقول لحضراتكم وبحق بعض ما هو مكتوب في هذا، دي يعني اللي مؤلف الكتاب ده طلبه. ردا او مش ردا اسف، نقاشا لكتاب، مش انا جبت انا ايه؟ فين الدور؟ انا هتمعذب نفسي ليه معلش. مستقبل الثقافه في مصر لعميد الادب العربي الدكتور طه حسين. الاسلام واصول الحكم، بحث في الخلافة والحكومة في الإسلام للشيخ علي عبد الرازق. لماذا تأخر المسلمون ولماذا تقدم غيرهم للأمير شكيب أرسلان، وهكذا. ثلاث كتب. عايز أقول لحضراتكم حاجة محترمة جدا جدا جدا، يعني أنا فخور أنني أنتمي لجامعة طلابها يكتبون على هذا النحو. أنا بقول هذا الكلام يعني وأنا سعيد، يعني أنا دلوقتي في لحظة انتشاء كده، عارفين لما حد يكون فخور بحاجة، أنا سعيد بأن أنا أنتمي لجامعة فيها طلاب بيقروا كتب بهذه الدسامة ويوصلوا فيها لهذا التحليل، قراءات نقدية في منتهى. أقول مبدئيا كده دول إذا كان الطلبة دول بالمستوى ده إن شاء الله ربنا يكرمهم بعد 10 سنين و15 سنة هيألفوا كتب لا تقل في قيمتها عن الكتب اللي قروها. تعرفين حضراتكم واحده من يعني طبعا هنا في مستقبل الثقافه المصري بتاع في مصر بتاع الدكتور طه حسين، كانت واحده من انتقادات الدكتور طه حسين للمصريين انهم لا يقرؤون ولا يتفاعلون مع ما يقرؤون وبالتالي لا يبدعون. يعني هقولها لكم ازاي. ادي مصر نفترض كده طبعا مع الفارق، يعني لو دي مصر، مصر دي علشان تعلى لفوق محتاجه افكار قابلة للتطبيق، أفكار. ما هو إحنا يقول لك ما إحنا عندنا أفكار، بل أفكار مالية الدنيا. أيوة، ما هي عشان الأفكار تافهة بتروح مع المجاري، أنا آسف. يعني الأفكار الجادة بيتبذل فيها مجهود، تبقى مبنية على خبرات سابقة للدولة نفسها، ده عبر التاريخ،
او عبر الجغرافيا تسافر دول تانية، مش تسافر حتى يعني تسافر بنفسك، انما تقرا وتتعلم وتشوف علشان في الاخر تقدم لي فكره نقدر نعلى بيها. فطه حسين كان من زمان، ده الكلام ده من الثلاثينات والاربعينات، بيقول لك كميه الافكار اللي بينتجها المجتمع المصري لا تتناسب مع حجمه ولا مع طاقاته ولا مع قدره ابنائه على اغاثته، على ان هم يساعدوه. لكن الجامعة عاملة مبادرة قوية جدا، أنا سعيد بيها وبشكر القائمين عليها، وبتمنى أن أشوف بقى ده في كل جامعاتنا، وأنا أتمنى أنه يتنقل من الجامعة يروح كمان للثانوي. أخواننا أنا مش عايز ناس حافظة مقررات، وعليا النعمة مستر جوجل بيعرف كل حاجة، اكتب أي حاجة هتلاقي أي إجابات، كل الإجابات من أكثرها يعني قيمة لأقلها فائدة. إنما أنا عايزه يفكر، نفسي يفكر. ده اجتهاد رائع من جامعة القاهرة، من إدارة جامعة القاهرة، ولا يقل في قيمته على اللي بيعمله أساتذتنا في كليات كبيرة. وبصوا حضراتكم في الآخر خالص، اللي مخلي البلد دي لسه واقفة على رجلها شوية ناس زي دول، واللي مخلي البلد دي ما بتطرش إن الناس اللي زي دول هم ما هماش كتير قوي. كلام بايخ بس لازم نقوله. البلد دي ليه مش ضايعة؟ ليه مش تشاد؟ سامحوني مع احترامي للشعب التشادي الشقيق. ليه مش الجابون؟ عشان فيها شوية ناس زي دول. ناس تبذل المجهود ده في كل الجامعات، في كل الجامعات، ما دام الناس مخلصه هتلاقي عشان كده البلد لسه واقفه على ده. شويه ناس مخلصين، شويه ناس مجتهدين، شويه ناس متعلمين ما بيبخلوش على بلدهم. بس في نفس الوقت طب ليه مصر دي بقى مش يعني المانيا؟ ليه مش كوريا؟ ليه مش الصين؟ لان الناس دي مش كتير قوي كده برضو، يعني هم كتير كفايه ان احنا نفضل واقفين على رجلنا، بس قليلين كفايه ان احنا ما نعرفش نتحرك بسرعه اسرع من السرعه اللي احنا فيها. املي ان شاء الله ان احنا نروح للقصر العيني ونتابع هناك ايه اللي بيحصل، في تطورات كتيره ايجابيه مما سمعته من زملاء اعزاء، مش بس على المستوى الرسمي ولكن كمان من ناس عمري كده لاموني ولاموا الناس اللي يعني قالت كلام انتقاد بعضه بقى يعني اي مكان، مش عايز احكم اللي اتكتب في صوت الامه، لكن عايز اقول انه اي مجهود بيبذل في هذه البلد لابد ان احنا نرفع له القبعه، واي حد بيبني لازم نزق معاه ونساعد معاه، مش نحدفه بما لا يليق به. وعايز كمان اقول حاجه كمان عرفتها عن جامعه القاهره برضو، دي لازم اقولها. تعرفين حضراتكم ان الجامعه كانت تقليديا بتخسر، يعني كان في عجز دائم داخل جامعه القاهره ومعتمد على موازنه الدوله. تعرفين حضراتكم في فترة الرئاسة الحالية ليها الجامعة وصلت مرحلة انها بتكفي نفسها بنفسها، بل اكتر من كده بقى فيها فائض وبتتوسع في برامج وبتتوسع في منح وبتتوسع في حفلات، والجامعة بقت طاقة يعني عمل كبيرة جدا جدا جدا. خلونا مدام يعني لا نقول ايه ولا تنسوا الفضل بينكم، الناس اللي بتعمل مجهود وتبذل. انا بقى اللي عايز اعرفه هو حصل ده ازاي، عشان كده انا اتمنى انه يجي لي فرصه اقعد بقى ادرس التجربه اللي حصل في جامعه القاهره. دي عبء، دي دوله اصلا، يعني جامعه القاهره دي دوله اساسا، فانها تتحول من الاحمر للاخضر. عارفين عليكم في يعني البرامج بتاعه الفاينانس او الماليات والكلام ده، احمر يعني معناه ان انت بتخسر، ان الشركه تقلب من احمر لاخضر معناه انت بتكسب. قلبت بقى احمر من اخضر ازاي؟ ما هو ده اكيد مش حد يعني لعب في الزراير كده ايه قلبت، لا هو في مجهود، في فكر، في رؤيه. طب ليه ده مش موجود في جامعات تانية؟ وليه مش موجود في مؤسسات تانية؟ احنا عندنا عجز. دكتور جابر يعني برضو الامانه قال الجمله دي، قال احنا عندنا عجز 400 مليار جنيه في الموازنه، جامعه القاهره لوحدها بتطلع فائض 4 مليار جنيه. طب انت لو عندك 100 مؤسسه زي جامعه القاهره اضرب ال 100 في الاربعه هتسد عجز الموازنه. طبعا هي مش بالسهوله دي لان انت ما عندكش 100 قياده جامعيه يعني تعرف تعمل نفس القصه، بس يجوز استنساخها. بس نعرف اصل الموضوع ايه، ايه سر الطبخه. عشان كده برضو ان شاء الله ربنا يوفقنا يكون لينا فرصه ان احنا ندرس هذه التجربه. هطلع فاصل سريع وبعد الفاصل نجاوب بقى على اسئله الساعه. جزء من اسئله الساعه دي الجامعه العربيه، وفي قمه عربيه جايه، في حاجه ليها علاقه بالغاز، وفي حاجات برضو قصص تانية كتير كده هنتكلم فيها. بس انا يعني موضوع عندي هم القمه العربيه القادمه، هقول لكم اخبار مش سعيده قوي عنها، والموضوع بتاع الغاز هقول لكم اخبار بترول وقطاع اخبار رائعه عنها. يلا فاصل نرجع نكمل حلقتنا.
الله. بصوا بقى حضراتكم، الجامعه العربيه دي قصه. الجامعه دي وجودها زي عدمها اذا ما كانش في اتفاق عربي، وما بيكونش في اتفاق عربي الا لما يكون في قياده عربيه، ولما القياده العربيه دي بتطلع بره مصر الدنيا بتبوظ. فالخبر المزعج اللي انا يعني بحمله لحضراتكم انه العرب ما بيتعلموش بسهوله، وربما ما بيتعلموش خالص. وكل مره تلف الدايره ونرجع من نفس النقطه اللي بدانا منها، الا وهي ان العرب اذا اجتمعوا لا ينفعون صديقا ولا يضرون عدوا. واعدائنا بقى عارفين كده، سيبهم سيبهم. الراجل نابليون بونابرت كان ليه عباره شهيره، يقول لك ايه، اذا وجدت عدوك يخطئ فلا تقاطعه. يعني انا لو بشتغل في الموساد في اسرائيل قاعد اهو وبتفرج على المنطقه العربيه، انا اوعى اتدخل، انا اتدخل سيبهم، لا سيبهم، هم هيخلصوا على بعض، سيبهم شويه عالم مش فاهمه حاجه يعني واقعين في بعض، سيبهم بقى يكملوا الحكايه لغايه ما يجيبوا اخر نقطه دم عربي. بس اهم حاجه مدهم السلاح، لان هم واضح ان هو قضيتهم الاساسيه هو مش حرمه الدم العربي، لا هو قضيته ان يبقى سلاح. اديله بقى سلاح، اديله سلاح، اديله، سهل له، هرب له من هنا واديله من هنا. يعني ده احنا ضايعين. مصر عليها مسؤوليه بس مش عارف تسقف لوحدها. يعني هو من الاخر ازاي هيقعد حد جاي من المغرب مع حد جاي من الصومال، مع حد جاي من اليمن، مع حد جاي من عمان، مع حد جاي من شمال سوريا، يقعدوا مع بعض واصلا يفهموا هما بيقولوا ايه؟ ما هو لازم في نقطه اتصال ما بين الناس دي كلها. شئنا ام ابينا، ده بقى الموقع والموضع بتاع الدكتور جمال حمدان، هو ده موقعنا، هو ده موضعنا، هي ده قدر البلد دي انها تبقى همزه الوصل ما بين اللي على يمينها واللي على الشمال. المشكله ان احنا بنبذل مجهود خرافي باقناعهم بما بيبدو لنا نحن بديهيات، انما هم بياخدوا مجهود كبير جدا عبال ما يكتشفوا البديهيات. فاكر مره الراجل اسمه الشاعر احمد مطر، ده شاعر عراقي، هو كان بيتريق على الدول العربيه بما فيها مصر، بس هو كتب مره قصيده شعر انا هفتكرها مع حضراتكم دلوقتي، عن ان مصر جت دعت الدول العربيه تعالوا يا اخوانا احنا في كنا في اوج قوتنا، وقلنا تعالوا نتفاوض مع اسرائيل ناخد منها على الاقل الاراضي اللي احتلتها في 67، وبعدين بقى ربنا يسهل نكمل بعد من كده. ده رئيس السادات. وشتموا وبهدلوا الخيانة وطلعوا عليه أفلام ونكت وكاريكاتير، والدنيا يعني زي ما يكون رئيس السادات ده يعني عميل لدول العالم كلها في مصر. وبعدين جينا في قمة بيروت 2002 لقينا إن المبادرة العربية اللي تبناها بشجاعة، يعني بصوا حضراتكم الاثنين دول مين؟ رئيس السادات 77 78 79 والامير عبد الله الله يرحمه، الله طبعا الله يرحمهما يعني. في قمه 2002 هو دي يعني، ما هو ايه القياده؟ القياده مش انك ترفع شعارات، القياده انك تكون واقعي. وفي نفس الوقت تملك حاجتين، باور اوف ايماجينيشن وسنس اوف رياليتي. يعني ايه باور اوف ايماجينيشن؟ قدره على الخيال. طب شكلها ايه بعد 5 سنين؟ طب شكلها ايه بعد 10 سنين؟ طب انا اقدر اعمل ايه عشان اكسب واستفيد من الوضع ده بس في نفس الوقت تكون رجلك على الارض، مش تكون بتغرد يعني طالع كده فوق في الدنيا وما يعني ما انت شايف الواقع، ما انت شايف موازين القوة، وانت موقعك فين في موازين القوة. المهم جم في 2002 عملوا اللي الرئيس السادات كان بيقترحه وبهدلونا وبهدلوه في 77 78 79 ومواعدة السلام. الراجل احمد مطر بقى كتب شعر لطيف قوي، قال لك ايه؟ قال لك الثور والحظيره. الثور هنا بيقصد بيه مصر طبعا، مع يعني مع الاعتذار للتشبيه البايخ، انما هو بيدي يعني حاله تمثيليه لوضع يعني. الثور والحظيره، والحظيره دي يعني ايه؟ بقيه الدول العربيه برضو مع اعتذارنا لكل الدول العربيه. ولو ده مش تشبيه، ده احمد مطر اللي بيقول. المهم بقى لك الثور والحظيره، الثور فر من حظيره البقر. الثور فر. فهاجت العجول في الحظيرة تبكي فراق قائد المسيرة، وشكل على الأثر محكمة ومؤتمر، قائل قال إلى سقر، يعني لجهنم، يعني خلاص خلصنا من إيه؟ من الثور، خلصنا من مصر. قائل قال إلى سقر، وقائل قال إن نحوه فرصة أخيرة
لعله يعود إلى الحظيرة. وبعد عام حدثت حادثة مثيرة، لم يرجع الثور ولكن ذهبت وراءه الحظيرة. المفروض تضحكوا أو تعيطوا أو تعملوا أي رياكشن. يعني بعد سنة حدثت حادثة مثيرة، لم يرجع الثور ولكن ذهبت وراءه الحظيرة. الحظيرة دي الدول العربية دول في القصة، يعني في الشعر ده. أيوة، الراجل أبا إيبان اللي هو ده مش حاجة يعني الواحد يفتخر بأنه بيستشهد بيها، إنما للأمانة هو قالها. قال لك العرب never miss an opportunity to miss an opportunity، ما بيضيعوش فرصة عشان يضيعوا فرصة. احنا جات لنا فرص افضل كتير من الوضع الراهن. انا مشفق على مصر وعلى الدول العربيه في الوضع الراهن للاسف، على الشعوب العربيه الحقيقه بقى عشان اكون اكثر حده يعني، اكثر وضوحا يعني. ليه؟ لان انت رايح تتفاوض مع اسرائيل على ايه؟ انت في اسوا اوضاعك. يعني ما هي المفاوضات دي انعكاس لموازين قوى على الارض. انت غلبت اسرائيل في 73 ووريت العالم انك انت كيان ضخم تقدر تقطع عنهم البترول، ويوم ما تبقى في مشكله انا هقف جنب قضيتي واحنا لينا صوت واحد و و و الى اخره. طب تعالوا بقى ترجموا القوه اللي حصل على الارض دي للمفاوضات عشان تاخدوا جزء من حقكم. لما ربنا يكرمكم بقى وموازين القوه تتغير تاني تبقى تاخد بقى بيت حقك. يعني ما عشان اتكلم اكتر من كده عشان في بيننا وبينهم معاهده سلام. انما هو مين قال انها دوله عبريه الى الابد؟ يعني ما هو ممكن نعمل حاجات تانيه، بس على الاقل زي ما هو قال لك في البحث عن الذات ده الرئيس سادات، يعني قال لك جبت لك كرسي جوه المحل، شد حيلك بقى. انا اللي قدرت عليه في ضوء موازين القوى وفي ظل المعارك اللي حصلت والمعلومات اللي عندي واتحادنا المفاجئ ده بعد 73 والنفط والكلام ده كله، انه بقى عندي قوه، عندي ليفرج، عندي قدره على ان انا استفيد من تقدمي ده على الارض باني اترجمه لمفاوضات واخد بقيه ارض او اي الارض اللي احتلت في 67. واحنا الراجل قال لك ايه؟ الثور والحظيره، الثور فر والحظيره هاجت ومش عارف ايه وكذا، وبعد عام حدثت حادثه مثيره، لم يرجع الثور. مش احنا اللي رجعنا، لا ده هم اللي جم ورانا. طيب يبقى ده معناه ايه؟ معناه احنا المنطقه العربيه بحاجه لقياده مصر. والرئيس السيسي حضراتكم شايفين في اجتماعات وناس رايحه وناس جايه، النهارده الملك البحرين موجود. بنحاول نعمل ايه؟ بنحاول ان احنا نقول يا اخوانا في النهايه مشاكلنا هي 10 اهم، تعالوا نحلهم من غير ما يكون عندنا ذعر مرضي من الدول المحيطه بينا. في مشاكل مع اسرائيل، بس اسرائيل قوتها من ضعفنا. ايوه في مشاكل مع تركيا، بس قوه تركيا من ضعفنا. في مشاكل مع ايران، بس قوه ايران من ضعفنا. لو اتحدنا على حد ادنى اهو ده في حد ذاته هيخلينا نعرف نجبر الاطراف الاخرى على تطوير استجابات اكثر اتساقا مع مصالحنا. هنعرف نعمل ده؟ ما اعرفش. ده دور مصر بقى. طبعا دور مصر انها تقنعهم، انما في نفس الوقت هل بقيه الدول العربيه هتستوعب ده؟ معايا معالي السفير هاني خلاف مساعد وزير الخارجيه الاسبق. مساء الخير معالي السفير. اهلا دكتور معتز. اهلا بحضرتك يا فندم. نحن مقدمون على قمه جديده، هل من جديد؟ لا اظن هذا، وانا سعيد باني التقطت اواخر كلماتك لاني كنت مش على التلفزيون يعني، ولكن انا معاك تماما ان احنا محتاجين الى تصحيح العلاقات العربية اولا قبل البحث عن حلول لمشكلتنا مع الاطراف الاخرى. وانا شايف انه برغم ان يعني المقاييس المعتادة لقياس نجاحات القمم يعني وصلت بينا الامر الى اننا نقيسها بمستوى وعدد الحاضرين من الرؤساء دون النظر الى اي معايير موضوعيه يمكن القياس بها اذا كان في اي بريكسبو او اختراقات او انفراجات في تسويات معينه او تحسين الاوضاع او تطوير العلاقات الداخليه في داخل هيكله الجامعه العربيه نفسها. أو إذا كنا بننتج شيئا ذا بال في المسائل الاقتصادية والتنموية، وده مهم جدا إن احنا نوطد الأذهان العربية عليه، إنه مش كل القضايا السياسية هي كل شواغلنا، إنما شواغلنا التنموية والاجتماعية والإنسانية والاقتصادية، اللاجئين والهجرة والتنمية والفقر والبطالة وغيره. ده عندنا 6 بنود من أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي لا يكاد المرء يسمع عنها شيء في المتابعات الإعلامية أو الصحفية. التركيز كله على اليمن، على سوريا، على العراق، على ليبيا. طبعا لها مبرراتها، ولكن
قد يكون الأمل موجود في القطاعات الأخرى دي، ولكن لا يشعر بها أحد لأنها برضو تبحث في استراتيجيات واسعة وليس في مشروعات ميزانية في الطابع ذات أجال زمنية محددة وذات أدوار يتم تقاسمها بين الأطراف العربية، وتبقى دايما خطوط بعيدة وعامة زي استراتيجية البحث العلمي والابتكار، زي مسألة الاستخدامات التنمية للطاقة النووية وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه من استراتيجيات سابقة. مسألة معالي السفير، هل يصلح العرب، يعني أنا طبعا حضرتك عارف المقولة الشهيرة أن العرب إذا اجتمعوا لا ينفعون صديقا ولا يضرون عدوا، جزء منها الحقيقه قضيه القياده، يعني هو مين اللي بيقود الملفات دي؟ يعني اقصد وهنا الفراغ الناتج عن انه سواء مصر في اواخر عهد الرئيس مبارك او فتره الثوره والحاله الارتباك اللي كنا موجودين فيها، احنا سيبنا مكاننا فاضي وبالتالي بقت ملفات كتيره جدا تايهه. هل احنا النهارده علينا دور اكبر في مساله القياده؟ انا طبعا من المؤمنين بذلك، وكتبنا قبل كده كتابات كثيره منها فصل خاص من كتابي الاخير عن اسمه ايه الكتاب يا فندم؟ في العمل يا فندم اسمه ايه الكتاب؟ الدبلوماسية المصرية والهموم العربية، طالع عن مؤسسة الأهرام، عن مركز الأهرام. وده فيه فصل خاص عن افتقاد بوصلة القيادة في النظام في العمل العربي المشترك. ليه؟ لأن احنا كانت عندنا زمان مؤهلات القيادة، وكانت الأطراف العربية أكثر اقترابا مننا، وما عندهمش فكرة المن والاستعلاء، أو ما عندهمش أي أفكار التفاخر والتباهي، وعندهم اعتراف بمقدرة مصر. صحيح اختلفت المقادير دلوقتي، وأصبحت الأوزان النسبية لبعض الدول من نواحي الاقتصادية أفضل بكثير مما نحن عليه، ولكن تظل لمؤهلات مصر الجغرافية والخبرات المكتسبة عبر الأزمنة والعهود المختلفة تمكننا من فهم ازاي نتعامل مع المنطق الثوريين ونعمل مزاوجه بينه وبين المنطق الموائمه السياسيه والبراجماتيه العمليه. يعني الخبره دي مش متوفره عند كثير من الدول، اما يكون عندهم مستريحين لما هم عليه وليس ولا يعانوا شيئا، ولم يختبروا فكره التغيير الثوري او الانتفاضات الشعبيه او غيره واللي بتسبب. ملاحظه يعني ملاحظه ممتازه فعلا، صحيح احنا مرينا بالتجارب تاريخيا بقى بالمره، يعني بما يجعلنا بالفعل اكثر يعني نقول ايه استشعارا لما تعانيه دول اخرى، وربما احنا عشان كده زي ما حضرتك اشرت بنقدم اكثر الحلول واقعيه. صحيح، يعني الموقف من سوريا مثلا انا اظن ان احنا غيرنا موقفنا بعد ما كانت في المنطقه في مرحله الاخوان المسلمين. صحيح، عندنا موقف شعبوي يعني غير عقلاني. انا هقولها مكان حضرتك، يعني غير يعني غير غير واقعيه، وبيتعامل مع الشعارات ومع الافكار. انما تبين ان لنا بعد المتابعه وبعد نضج الممارسه السياسيه المصريه ان المساله ما تتخذش فقط بمجرد تنحى يعني تنحى او تشال يعني تشال، لابد ان تكون هناك مراحل للانتقال السياسي. صح، يمكن التفاهم عليها، مش ناخدها من السفن دي مستورة. المفروض يبقى عندنا احنا تصوراتنا الذاتية العربية لكيفية الانتقال التدريجي في النواحي السياسية او في هيكلة النظام السياسي، ونستطيع ان ننقله ونقول لهم خبراتنا. حتى افكار الدستور المطروحة الان لا ينبغي استيرادها من روسيا ولا من ايران ولا من غيرها، عندنا تجارب لجنة الخمسين او تجارب الدول الاخرى التي مرت بتجارب دستورية رائعة يمكن الاستفادة بها، ومش التدخل في شأن سوريا الداخلي. احنا نطرحها على الخبراء الدستوريين السوريين عندما يستحق الزمن عملية البحث عن مخارج دستورية او معالي السفير هاني خلاف. بشكرك شكرا جزيلا لهذه المداخلة الثرية. يعني انا عايز اقول حاجتين سريعتين قالهم معالي السفير هاني. اولا شيء معيب ان احنا بنقيس مدى نجاح اجتماعات القمة العربية بعدد الحضور، يقول لك الحمد لله ده حضر 15 رئيس دولة من 22، ده الحمد لله حضر 17، ده الحمد لله، ونقعد يعني عارفين الفكرة دي عاملة كده زي ايه، يقول لك تبص تلاقي وزير التربية والتعليم بس مش الحالي، يعني في فترات سابقة يقول لك احنا هدفنا الأول هو عودة الطلاب إلى المدارس. يا نهار اسود، هم الطلاب راحوا فين؟ يعني احنا هدفنا نرجع الطلبة للمدرسة. الله، ما كانوا الطلبة في ما هو ده الطبيعي، اتضح ان هو اصلا الطبيعي ده ما بيحصلش. يقول لك اجتماعات قمه دول مش عارف ايه في الاتحاد الاوروبي،
هما بيجتمعوا، مش بنقول لك ايه يعني، ما في طب يعني منع يعني، ايه اللي خلى الرئيس ما يجيش مثلا؟ كان عنده غسيل ولا كان بيعمل ايه؟ ده ما يروح، مش قمه عربيه، ما كله يروح يناقشوا. ان انا مش هروح، ما اصل انا اقعد يقعدوا يتكلموا بقى مشاكل دول تانيه غلبانه كده مش عارف ايه، احنا معانا فلوس مش عايزين نعمل حاجه. او واحد تاني يقول لك انا عم خليني في الهم اللي عندي، انا مش عايز حد من العالم دي. فتنتهي بك الحال ان القمه تفشل قبل ان تبدا، وشيء ابينا في المنطقه العربيه زي ما هي في دول افريقيا كده. الدبلوماسيه، دبلوماسيات رؤساء او رؤوس دول، يطلعوا ملوك امراء سلاطين رؤساء، ده حاجه. تاني حاجه برضو قالها معالي السفير، انه القضايا ما هيش سياسه بس، ده احنا عندنا قضايا اخرى لا تقل اهميه، التعاون في المجالات الاقتصاديه والاجتماعيه، وربما ده احنا لو عرفنا نعزل ده عن ده، ده احنا ممكن نحقق نهضه مهوله. يعني لو عرفنا نخرج الجزء الاكبر من القرارات الاقتصاديه والاجتماعيه بعيدا عن الصراعات السياسيه اللي عاده بيكون فيها جوانب شخصيه كتيره جدا، ده احنا نحققها. زي مش عارف مشكله بيننا وبين دوله وقف البترول، مش عارف دوله ومش دوله تانية الغي الاتفاقيه. قال طب وبعدين؟ ما احنا مش هنتقدم كده. هطلع فاصل، بعد الفاصل نرجع نكمل حلقتنا، نتكلم بقى عن حاجه حلوه، البترول، الغاز، الحاجات اللي ربنا بعتها لنا دهيات. طبعا جهود يعني مئات الناس من المصريين وغير المصريين، يعني خبر جميل من عند ربنا ان احنا ان شاء الله يكون عندنا فرصة جيدة للاكتفاء الذاتي قريبا من البترول والغاز والحاجات دي. فاصل نرجع نكمل حلقة. المخرج بتاعنا عمر أنسي عايز يستلف مني كتاب شخصية مصر، انا واخده ببلاش من جامعة القاهرة، فانا قلت له عناية ليك، انت حبيبي ولازم اخدمك، بس انا هديهولك ب6 جنيه. هو فرح، قلت له لا 6 جنيه في اليوم، فانت هتاخد لك مثلا ب 10 ايام 60 جنيه، مش في بزنس واحنا قاعدين كده. النهارده في خبر حلو بقى، انه الرئيس بتاعنا اجتمع مع رؤساء التنفيذيين للشركات العالميه العامله في مجال البترول. شركه ايني الايطاليه وبي بي بي بريتش بتروليوم بي بي البريطانيه وروزنفيت الروسيه. ودي بقى شركات كبيرة جدا. بس انا اهم حاجة عجبتني في الحكاية دي كلها حكاية الاكتفاء الذاتي في نهاية 2018، حقيقة ام خيال؟ ولا احنا انت بتمشي وانت نايم، انت بتمشي وانت نايم؟ نشوف بقى. معانا مهندس اسامة كمال، وزير البترول الاسبق، واحد من اكتر الناس اللي بيفهموا في الحكاية دي. يعني انا بيعجبني قبل ما انا التقيت بيه شخصيا كذا مره، بس انا كان زمان احب اشوفه اتفرج عليه في التلفزيون كده بيقول كلام كبير وارقام، وبعدين الكلام بيبدو منطقي مرتب الف ب ج د، تحس انك انت فهمت انت في الاخر خلاص احنا بندور على ايه ولقيناه ولا لا والكلام ده. مع الوزير مساء الخير. مساء الخير دكتور معتز، وحشنا. الله يبارك في حضرتك، تسلم لي يا فندم، ليا الشرف. معالي السفير، ابقى اسف، معالي الوزير، هو ايه حكايه الاكتفاء الذاتي بالبترول والغاز والحاجات دي؟ ده بجد؟ لا ان شاء الله الاخبار كلها مشجعه ومريحه. كان عندنا تقارير من فترة طويلة انه منطقة البحر المتوسط دي فيها احتياطيات غاز تزيد على ال 200 مليار تي سي اف، يعني 200 تريليون، اسف 200 تريليون قدم مكعب غاز. عشان برضو نبتدي نقرب الارقام للناس شوية، لان الناس انا مش فاهم شخصيا، يمكن اخرهم المليون والمليار. تريليون ده مليون مليون، سامع لسه 12 صفر. احنا بنتكلم ان احنا مثلا احنا استهلاكنا السنوي من الغاز في حدود 2.5 تريليون قدم مكعب. الاحتياطيات اللي موجوده النهارده حوالي 70 تريليون قدم مكعب غاز. وعشان كده لما بنقول مثلا الاحتياطيات ممكن تكفينا لمده 35 سنه، فاحنا بنقسم رقم الاحتياطي المثبت على معدل الاستهلاك السنوي، فبنقول عندنا احتياطي يكفينا كذا سنه. طب كويس. كان في عندنا دراسات غير مؤكده، كانت غير مؤكده من 10 سنين بتقول ان منطقه البحر المتوسط دي فيها خزان قد يزيد على ال 200 تريليون. اما بدينا طرحنا المناقصات في 2012 كنا طرحين 15 بلوك في هذا التوقيت، اترسم منهم 8، واحد منهم حقل شروق وده على مساحه حوالي 3600 كيلو متر مربع، اللي ظهر فيه اول بير استكشافي ظهر. ظهر لوحده الاحتياطي المثبت فيه اللي اعلنته شركه ايني حوالي 30 تريليون قدم مكعب. يعني مقارنه بالاحتياطي اللي موجود النهارده بتتكلم في حوالي 40% اضافه. ما شاء الله. ده ادى امل وشجع بقيه الشركات اللي شغاله في هذه المنطقه انها تبتدي تتكلم في اعماق حفر عميقه شويه عن المعتاده. انت عارف ان حقل ظهر ده احنا بنتكلم على 6 كيلو تحت سطح الارض.
6 كيلو تحت سطح البحر. الارض تحت سطح ارض البحر. 6 كيلو بالك يعني 6000 وشويه متر. مثلا شعر الهرم 9 كيلو فده يبقى ايه كانه تلتين شعر الهرم تحت الارض. والله انا بشوفها انا بالبتاع. فدي تكنولوجيات متقدمه جدا وكلها حاجات تستخدم الروبوتس اللي هي الانسان الالي وبالتحكم عن بعد وحاجات زي كده. ان شاء الله يعني التقديرات بتقول ان المنطقه دي فيها خير كتير. احنا كل ما نسعى اليه ان احنا نستعوض الفترات اللي حصل فيها العجز ما بين الفجوه ما بين الانتاج والاستهلاك المحلي واللي ادت بينا الى الاستيراد. احنا قبل 2011 كان وصل انتاجنا يمكن ل 6.5 مليار قدم مكعب غاز في اليوم. الرقم ده قاعد يتناقص كل سنه نتيجه انه عمليات البحث والاستكشاف والتنميه من سنه 2009 من سنه 2009 بس عشان ما ايه عشان ما حدش ومن الثوره قالوا يجيبوا يمين وشمال. سنه 2009 ابتدت تتوقف شويه اعمال البحث والاستكشاف لغايه 2011. طب ليه معالي الوزير ليه يعني ليه 2009؟ يعني اقصد ايه اللي حصل في هذا التوقيت؟ كان حصل في هذا التوقيت ان احنا كنا ثبتنا سعر شراء حصه الشريك الاجنبي من الغاز عند رقم معين مربوط بسعر البترول لما يوصل 30 دولار. لما ارتفعت اسعار البترول وبدينا نتكلم في ان الغاز في مياه عميقه ما ينفعش معاه الرقم اللي كان معروض من جانبنا فبدا يحصل تباطؤ شويه. هذا التباطؤ لما جينا نبص عليه بقى في 2011 و2012 في الاوضاع السياسيه غير مستقره ما كانتش تشجع اي حد انه يتكلم في ارقام ثانيه لان الارقام اللي قبل كده ده الناس دخلت السجن في ارقام قليله فما لو انت جيت النهارده عرضت ارقام اعلى هيحصل فيه مشاكل يعني. فكان لابد من وقفه في هذا التوقيت ومراجعه النفس وعمل دراسات. هو انا النهارده حلال ان انا اروح استورد غاز من بره ب 10 دولار ما اخدوش مثلا من الشريك الاجنبي بخمسه؟ لا طبعا مش منطقي. ملهاش معنى يعني. فابتدى يحصل شيء من المرونه في التفاوض وابتدت الاسعار بتاعه شراء حصه الشريك الاجنبي تتغير شويه فده شجع الشركاء الاجانب على ان هم يخشوا بقلب جامد شويه يعني لان في نسبه مخاطر عاليه جدا في اعمال البحث والاستكشاف. يعني في احدى الشركات قعدت تشتغل 8 سنين في المنطقه اللي جنب شروق دي وبعد ما صرفت 630 مليون دولار ما وصلتش لارقام مشجعه من الناحيه الاقتصاديه على سعر الشراء القديم فانسحبت. يا نهار ابيض. تخيل بقى شركه قعدت تشتغل 8 سنين صرفت 380 مليون دولار. 630 6-3 صفر 630 يا نهار ابيض 630 630 مليون. يعني احنا لو عندنا مثلا الشركه العامه للبترول لو صرفت 20 مليون جنيه في حفر ابار وطلعت ما عملتش حاجه ممكن الناس كلها تخش السجن. اهدار مال عام. اخدار مال عام. فانا عشان كده بقول لك ان عمليات البحث والاستكشاف دي فيها نسبه مخاطره عاليه جدا فما يقدرش عليه غير الشركاء الاجانب. طبعا استقبال السيد الرئيس النهارده لمجموعه الشركات الكبرى زي ايني وبريش بتروليوم وروز نفط. وروز نفط دي شركه روسيه على فكره. لها حصه في ايني شالت حصه في ايني حصه كبيره في ايني. عايز اقول انه الاستقبال ده له دلالتين عندي. اتفضل يا فندم. الدلاله الاولى ان هذه الشركات وحضورها مجتمعه وحرصها على ان هي تستثمر في مصر بتوصل رساله جيده جدا للمجتمع الغربي ان احنا في عندنا قوانين في الاستثمار في قطاع البترول في مصر تحديدا. انا واضح اهو ها؟ قوانين الاستثمار في قطاع البترول في مصر مشجعه وجاذبه ونقدر ان احنا نشتغل بيها. الحاجه الثانيه ده ياخدنا لنقطه انه لابد ان قانون الاستثمار العام لابد يتم تطويره بحيث ان هو يبقى جاذب للمستثمر. معالي الوزير خليني اشكرك شكرا جزيلا. انا سعدت جدا بهذا الحوار السريع على الهواء بس ان شاء الله يكون مقدمه اللي يعني تغطيه كامله بقى لخريطه مصر من الغاز والبترول في الفتره اللي جايه وازاي نستفيد من ما اعطانا ربنا في هذا المقام. اعزائي المشاهدين بشكركم شكرا جزيلا. هذا ما امكن اراده وتيسر اعداده وقدر الله لنا قوله. بس خلينا نفكر حضراتكم بكره ان شاء الله هتكون عندنا حلقه مهمه جدا من كليه الزراعه جامعه القاهره بيعملوا حاجات استثنائيه مفاجاه يعني. شوف حضراتكم على خير بكره ان شاء الله. الف سلامه.